في تصريح خاص لمركز الأخبار، أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة العبسي عن افتتاح فرع لمكتب المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في مركز إيواء، الذي يعد أول مركز شامل لتقديم الخدمات الوقائية والإرشادية للعمالة الوافدة، مشيرا إلى أن افتتاح هذا المركز يساهم في تكامل الخدمات التي توفرها المملكة لحماية الضحايا من العمالة الوافدة. كانت الأمم المتحدة ومنظمة الهجرة الدولية من أوائل الذين صرحوا بأن ما تقوم بمملكة البحرين في هذا المجال، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص ورعاية الضحايا، هو سباق وفريد من نوعه على مستوى المنطقة، مما حدا بهم لجلب الوفود إلى البحرين للاطلاع عليها. أحدث ما تم في هذا المجال هو الاتفاق مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بأنها سوف تفتح مكتبا داخل مركز حماية العمالة الوافدة ودار الإيواء التابعين للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. سوف يكون هناك موظف مقيم موجود لهم مكاتب في مركز الإيواء، وذلك للاطلاع على الحالات ومساعدتها، وبذلك تكتمل المنظومة الحمائية التي توفرها حكومة البحرين بمختلف مؤسساتها إلى فئة العمالة الوافدة وبالأخص الضحايا والضحايا المحتملين لجريمة الاتجار بالأشخاص.